مع انطلاق موسم عصر الزيتون بجهة بني ملا الخنيفرة، يتعبأ المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنسا من خلال مصلحة مراقبة المنتجات ذات الأصل النباتي بتكثيف زياراته الميدانية المفاجئة للوقوف على مدى احترام معايير حفظ الصحة المعمول بها، وكذا مطابقة الزيوت المطروحة للبيع للشروط القانونية. اسم اللي عطينا لهذاك زين الزيتون، فكنشوفوا واش العنوانه هي مطابقه للمنتوج اللي كاين في الزيت، هذا من جهه، ومن جهه اخرى تراقبوا حتى ليكون انه هناك يعني يقدر يكون شي يعني شي ميلونج ولا شي يعني يوقع واحد الخلط ما بين واحد زيت الزيتون مع زيت اخرى اللي ماشي زيت الزيتون. فالتحاليل هي كتعطينا كنتاكدوا من انه واش ياك ما فيها شي مضاف اخر. إجراءات المراقبة تشمل أيضاً التحقق من اسم المنتجات وتاريخ صلاحيتها وعنوانها، فضلاً عن رقم الترخيص الخاص بها. ثاني الزيت اللي هي عند العنوانة عند الأصل ديالها مرخصة من طرف السلامة الصحية، لأن هنا على الأقل حتى إذا كانت شي حاجة في هذا الزيت اللي ما هي شركة القراسك بأن عندك الحق أنك شكون اللي غتتابع شكون اللي غادي يتعامل معه، وكن أكيد أن الزيوت المعنونة ومرخصة عندها مراقبة ديالتها مكتفة وبشكل دوري على طول السنة في الوحدات الصناعات الغذائية. وبهدف ضمان حماية أفضل للمستهلك، يتم أيضا رصد شروط وطرق العصر المستخدمة ونظافة المنشآت وجودة المواد الخام من قبل المفتشين.